بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الابتدائي، معاكم مستر أحمد محروس. إن شاء الله هنبدأ في منهج الترم الثاني الخاص باللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي. هنبدأ أول يونت، عندي يونت 7 الوحدة 7، وعنوانها Where are you from؟ من أين أنت؟ تعالوا كده مع بعض نشوف يونت 7 lesson 1 الدرس الأول بيتكلم عن إيه. هنبدأ إن شاء الله lesson 1 الدرس الأول page 12 صفحة 12. بيقولي where are you from؟ من أين أنت؟ تمام؟ يبقى أنا لما أجي أسأل أي شخص هو منين، يبقى عندي where are you from، يعني من أين أنت؟ where are you from؟ الجملة دي مهمة جدا ولازم نحفظها. where are you from؟ قول كده ورايا، where are you from؟ يعني من أين أنت؟ تمام؟ lesson 1 الدرس الأول جايب لي 4 countries اللي هم 4 بلاد. أنا عندي دولة country اللي هي بلد واحدة، طبعا بلاد countries بنعزف ال y ونحط IES. نيجي نشوف الكلمات اللي عندي. أول حاجة دولة الصين China. CH نطق ch. China. مصر Egypt. مرحبا welcome. صديق friend. منزل house. سعيد happy. طب ننزل تحت كده في كويز بسيط. طبعا هنا دولة الصين اللي هي China. Number 2 الصورة الثانية مرحبا welcome. Okay. Number 3 منزل house. نقلب الصفحة نجيب صفحة 13 page 13. Okay. أول حاجة جايب لي هنا العلم، علم flag. وعندي بعد كده البلد، بلد country. الجنسية nationality. Okay. أول علم طبعا هنا Egypt اللي هي مصر، يبقى مصر Egypt. Okay. لو عايز الجنسية بتاعتها يبقى Egyptian. Okay. Number 2 علم الصين China. وزي ما اتفقنا إن CH اتنطق ش. China. الصيني Chinese. Okay. بعد كده علم فرنسا France. فرنسي French. Okay. علم أمريكا America. أمريكي American. اوكي. يبقى ده عندي الفور كونتريز الاربع بلاد اللي ان شاء الله اليونت كله هيتكلم عليهم، جنسياتهم والاكل والشرب الخاص بهم. طب ننزل تحت هنا لما اجي اعرف نفسي. هنا الولد بيقول انا من مصر I am from Egypt. يبقى I am from. وبعد كده بجيب اسم الدولة الكونتري اللي أنا منها. لو أنا من مصر يبقى I am from Egypt. okay. طيب بداية قبل ما ناخد الأربع صور دول ونتكلم عليهم ونشوف كل ولد من أنهي بلد وجنسيته إيه، لازم بداية نعرف إيه هو verb to be، لأن verb to be ده أهم فعل موجود عندي هنا إن أنا هستخدمه مع الجنسيات ولما اجي اعرف نفسي. اوكي. ونيجي دلوقتي يا شباب مع verb to be. verb to be اللي هو الفعل يكون، بيتكون من am is are، تكوينه am is are. اوكي. am بتأتي مع I اللي هي انا لما اجي اتكلم عن نفسي I am، انا اكون، و am اختصارها apostrophe am. اوكي. he she it او اي اسم مفرد بيجي معاها is، وطبعا is اختصارها apostrophe s. they you we او اي اسم جمع بتاخد r واختصارها apostrophe
R-E. Okay? يبقى معايا كده I am, he, as, she, as, it, as, they, are, you, are, we, are. Okay? ناخد بعض الأمثلة. I am Jane. I am beautiful. I am a doctor. He is Peter. He is fat. He is an engineer. They are Americans. They are happy. They are clowns. طب هنا بيقول لي I am from Egypt. أنا من مصر. وزي ما اتفقنا إن I بتاخد am. Okay. باختصارها apostrophe am. يبقى I am from Egypt. أنا من مصر. طب عايز أقول الجنسية I am Egyptian. I am Egyptian. أنا مصري. Okay. نيجي بعد كده للولد ده. فبيتكلم بيقول I am from France. أنا من فرنسا. يبقى I am from بيجي وراها country اسم البلد. هنا جايب لي France اللي هي فرنسا. طيب عايز أقول الجنسية بتاعته. عايز أقول أنا فرنسي. يبقى I am French. I am French. أنا فرنسي. Okay. الولد ده بيقول I am from America. بيعرف نفسه بيقول أنا من أمريكا. أنا من أمريكا. طب عايز أقول أنا أمريكي. I am American. I am American. Okay. آخر واحد I am from China. أنا من الصين. I am Chinese. I am Chinese. Okay. This is the house of my father's friend. هذا منزل صديق والدي. Mr. Wen. Said Wen. Here are his children. وهؤلاء أطفاله. Their names are أسماءهم إيه بقى؟ Lu Wei and Zhang Min. Lu Wei and Zhang Min. طبعا دول أسماء أولاد صديق والدي Mr. Wen said Wen. Okay. فبيقول له Hello. أهلا. Lu Wei and Zhang Min. أهلا. Lu Wei and Zhang Min. لما يجي قابل حد أقول له Hello. أهلا. Lu Wei and Zhang Min. أهلا لو وي أند جانغ مين. هيرد عليه يقول له هلو. يبقى حد لما يجي شخص ما يقول لي هلو مرحبا أو أهلا هجاوب عليه أقول له هلو أهلا أو مرحبا. ثاني سؤال Where are you from؟ من أين أنتم؟ Where are you from؟ وزي ما اتفقنا في البداية قلنا ده أهم سؤال عندي في اليونت يونت 7 من أين أنتم أو من أين أنت. Where are you from؟ مع بعض تاني كده Where are you from؟ Where are you from؟ من أين أنتم؟ فردوا عليه قال Where from China؟ طبعا هنا Where اللي هي اختصار We are نحن نكون. Where from China؟ هنا طبعا where not where لكن هنا we are. Where from China؟ نحن من الصين. Where Chinese؟ أكيد طبعا هنبقى صينيون الجنسية. Where are you from؟ من أين أنتم وأنتم منين؟ فرد عليه قال Where from Egypt؟ نحن من مصر. We're Egyptian. نحن مصريون الجنسية. رد عليه قال له Welcome to Egypt. مرحبا بكم في مصر. قال له Thank you. شكرا لك. I'm happy to be here. أنا سعيد لوجودي هنا. Okay. Okay. أنا هقرأ دلوقتي المحادثة وهسيب لك مساحة إن أنت تقرأ ورايا. تمام. Let's start. This is the house of My father's friend, Mr. Wan. Here are his children. Their names are Lu Wei and Zhang Min. Hello, Lu Wei and Zhang Min. Hello, where are you from? Where are you from? Where from China? Where from China? Where Chinese? Where Chinese? Where are you from? Where are you from? Where from Egypt? Where from Egypt? Where Egyptian? Where Egyptian?
Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Thank you. I am happy to be here. I am happy to be here. Okay? نقلب الصفحة مع بعض نجيب page 15 صفحة 15. عند هنا extra vocabulary اللي هي كلمات إضافية. طبعا قلنا أهم جملة عندي Where are you from? Where are you from? من أين أنت? Where are you from? اسم name. اسم name. لما أجي أسألك عن اسمك أقول لك What's your name? ما اسمك أو ما اسمك. هنا here. هنا here. أهلا hello. Hello. أطفال children. Children. ننزل تحت كده ونحل الكويز البسيط ده مع بعض. هنا بيقول لي Are you from? I am from France. أنا من فرنسا. ونجيب لي كلمات الاستفهام. أنا عندي where أين بسأل بيها عن المكان. Who من بسأل بيها عن الشخص العاقل. وعندي what ما أو ماذا. أوكي؟ طب هنا بيقول لي Are you from? I am from France. طبعا لسه واخدين France اللي هي فرنسا اللي هي مكان. يبقى أنا هنا هسأل عن مكان بوير. ولسه قايل لكم من شوية إن عندي أهم جملة في اليونت في الوحدة إن هي Where are you from؟ يبقى هنا أختار Where. أين Where؟ I am from Egypt. أنا من مصر. طب أنا من مصر يبقى أنا إيه؟ أكيد مصري. يبقى I am Egyptian. I am Egyptian. أنا مصري. مش هينفع طبعا يبقى I am Chinese. أنا صيني. I am French. أنا فرنسي. I am from. I am Chinese. اتفقنا طالما عندي I am from يبقى أنا عندي عايز اسم دولة country. okay. طب هنا مستر جايب لي China. China اللي هي الصين دولة. France فرنسا دولة. Egypt برضو دولة اللي هي مصر. طب اختار ايه كلهم دول. اشوف الإجابة. الإجابة بيقول لي I am Chinese. أنا صيني. يبقى أنا منين شطار؟ يبقى أنا من الصين اللي هي China. Welcome Egypt. عايز أقول مرحبا بكم في مصر. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. He is. هو يكون. طيب. He is. هو يكون. مصر. Egypt. American. أمريكي. هو هنا مش جايب لي from. يبقى أنا هنا مش هاخد بلد. أوكي. يبقى أنا عايز nationality اللي هي جنسية. فين عندي الجنسية؟ طيب ينفع أقول He is Egypt. هو مصر. مصر country بلد مش جنسية. He is American. هو أمريكي. ينفع. أوكي. يبقى دي الجنسية. يبقى He is American. He is American. نقلب الصفحة شطار. Page 16 صفحة 16. هنا Where are you from؟ تاني Where are you from؟ يا مستر دي أهم جملة في اليونت. Where are you from؟ من أين أنت؟ Where are you from؟ أعتقد زمننا كده حفظناها. تمام؟ التكرار بيعلم الشطار. Where are you from؟ من أين أنت؟ Where are you from؟ طب هنا الولد بيقول له Where are you from؟ من أين أنت؟ I am from China. أنا من الصين. I am from زي ما اتفقنا بيجي وراها country اللي هي بلد. وأنا عندي هنا country اللي هي China اللي هي الصين. أوكي؟ طب هنا بقول لي نوت خلي بالك زي ما احنا خدنا في verb to be اللي هو am is are إن I am اختصارها apostrophe am. Apostrophe am. أوكي؟ فتاني يا شباب لما أجي أسأل عن الدولة أو المكان الذي يعيش فيه شخص ما يبقى أهم حاجة عندي بسأله أقول له Where are you from? Where are you from? Okay. هنا لما أجي أسأل عن الدولة أو المكان. تمام؟ طيب تحت لما أجي أسأل عن الجنسية أو أتحدث عن الجنسية خلنا طبعا جنسية nationality. طيب هنا بيقول لي I am from France. أنا من فرنسا. I am from France. يبقى هنا France المكان the country البلد. طبعا هو من فرنسا يبقى هو ايه؟ يبقى هو اكيد فرنسي. يبقى I am French. I am French. يبقى أنا عندي France ده البلد الدولة المكان حيث يعيش لكن جنسيته French.
I am French. أنا فرنسي. He is from America. هو من أمريكا. يبقى هو أكيد أمريكي الجنسية. يبقى he is American. He is American. هو أمريكي. أوكي؟ يلا نحل مع بعض الترتيب. سؤال الترتيب. طبعا هنا بيقول لي where، وهبدأ طبعا بالكلمة اللي تحتها خط. خلي بالك أول حرف بداية الجملة حرف كابيتال حرف كبير. أول حرف بداية الجملة حرف كابيتال حرف كبير علشان سؤال punctuation اللي هو علامات الترقيم. طبعا احنا حفظنا الجملة دي where are you from، من أين أنت. يلا نكتبها مع بعض where are you from، من أين أنت. طيب number two هنا I am، عايز يقول أنا من أمريكا. يبقى I am from America. I am from America. يلا نكتبها I am from America. أنا من أمريكا. Number three he. هي يا شباب بتاخد إيه؟ تمام، هي بتاخد is. يبقى he is from China. هو من الصين. He is from China. He is from China. Okay. Page 17 صفحة 17 دي أغنية. تمام، جايب لي أربع صور، في كل صورة بلد مختلفة وجايب لي أغنية عليها. أوكي، أنا دلوقتي هشغل لك الأغنية، اسمع الأغنية وغني معايا. على lesson 1. اوكي، طيب number 1 هنا بيقول لي name. name طبعا بمعنى اسم. Egypt مصر. where اين، بسأل بيها عن المكان. طب هنا بيقول لي are you from، استني ايه، طبعا حفظناها، يبقى where are you from. اوكي، وزي ما اتفقنا بنبدأ الجملة بحرف capital حرف كبير وفي الاخر question mark علامة استفهام، علشان طبعا where كلمة استفهام. I am from، أنا من، هقول له I am from name، أنا من اسم، ولا I am from Egypt، أنا من مصر. Yes، يبقى Egypt، يبقى نكتب Egypt اللي هي مصر. يبقى I am from Egypt، أنا من مصر. أسماء البلاد أول حرف حرف كابيتال حرف كبير. أوكي، أوعى تنسى. ننزل بعد كده للماتش للتفصيل. بيقول لي Welcome to، مرحبا بكم. لو حد فاكر خدناها في المحادثة، كان بيقول له welcome to Egypt، مرحبا بكم في مصر. يبقى دي number one، welcome to Egypt، مرحبا بكم في مصر. She's from France، هي من فرنسا. طب جنسيتها ايه يا شباب؟ عايزين الجنسية. She's French. They're from China. They're from China. هم من الصين. طيب اللي من الصين جنسيته ايه؟ صيني. اوكي، يبقى they're Chinese. Number four I'm happy، طبعا دي كانت اخر جملة في المحادثة لما قال له انا سعيد ان انا موجود معاكم هنا. يبقى I'm happy to be here. اوكي، choose الاختيارات. he is
هيجي وراها طبعا طالما ما عنديش from يبقى هاخد nationality اللي هي جنسية مش بلد. لكن لو كان قال لي from كنت هاخد country اللي هي بلد. طب he is هو يكون China صين دي اسم بلد، America أمريكا country اسم بلد يبقى مش معايا، لكن American أمريكي يبقى دي الجنسية يبقى he is American هو يكون أمريكي الجنسية. I am from France أنا من فرنسا. الشخص ده بيقول أنا من فرنسا يبقى هو إيه؟ أوكي يبقى هو فرنسي يبقى I am French. I am French أنا فرنسي. He Chinese هي شباب بتاخد am ولا is ولا are؟ أوكي يبقى he is هو يكون he is هو يكون he is. Are Egyptian طبعا قلنا apostrophe re اختصار ل r a r e اللي بيجي مع r عندي you he i you are تمام، لكن he بيجي معها is و i am يبقى هنا اختار you you are Egyptian انت مصري. اوكي نيجي بعد كده نمبر 4 السؤال الرابع عندي America اللي هي امريكا، Chinese صيني الجنسية، house منزل. طب بص هنا نمبر 1 where الأولاد دول منين؟ طبعا شكلهم صيني من الصين يبقى هم صينيين يبقى where Chinese where Chinese نحن صينيين. okay number 2 he's from هو يكون من. طبعا بص كده على الولد زي ما انت شايف لابس التيشيرت عليه طبعا علم امريكا the flag of America okay يبقى he is from America يبقى هو منين؟ هو يكون من امريكا يبقى عند هنا America اللي هي الكونتري يبقى he is from America هو من امريكا. وزي ما اتفقنا اول حرف حرف كابيتال حرف كبير في اسماء البلاد والجنسيات. نقلب الصفحة نجيب صفحة 20 page 20 هنرتب where are you from طبعا حفظناها من أين أنت أو من أين أنتم where are you from يلا نكتبها where are you from. وزي ما اتفقنا نبدأ حرف كابيتال حرف كبير وفي الآخر question mark علشان ده سؤال ونحافظ على خطنا كده ونكتب ما بين السطرين ونخلي بالنا من علامات الترقيم. نمبر 2 رقم 2 بدأنا هنا بآي طبعا ببدأ بالكلمة تحتها خط والضمير آي في أي مكان في الجملة حرف كابيتال حرف كبير. طب هنا آي طبعا بتاخد أم آي أم أنا أكون. طب آي أم إيجيبت أنا أكون مصر ولا آي أم فروم إيجيبت أنا أكون من مصر؟ يبقى آي أم from Egypt okay يبقى I am from Egypt. number 6 جايب لهنا الحروف ونعيد ترتيب الحروف لكي نحصل على معنى الكلمة الموجودة في الصورة. طبعا number 1 ده علم ايه؟ علم مصر يبقى مصر Egypt okay. number 2 China اللي هي الصين. number 3 France اللي هي فرنسا okay يبقى Egypt, China, France. ننزل تحت بعد كده number 7 السؤال السابع. طبعا هنا في حروف ناقصة هنكتبها مع بعض. عند هنا صديق friend F R I E N D منزل house H O U S E سعيد happy H A P P Y okay. هنا Chinese يعني صيني الجنسية Egyptian مصري الجنسية Egypt مصر اللي هي طبعا البلد أو دولة. يوسف and Jung Min are friends يوسف و Jung Min أصدقاء. يوسف is from يوسف منين؟ طب هنا عندي from يا مستر طالما عندي from يبقى أنا أجيب country is بلد. فين اسم البلد الموجودة عندي هنا؟ ركز كده في الثلاثة Egypt اللي هي مصر. شاطر بنكتب هنا number 1 Egypt okay. he is Egyptian هو مصري الجنسية. Jung Min is from China Jung Min من الصين يبقى عايز اجيب جنسيته يبقى هو ايه؟ صيني الجنسية يبقى he is Chinese okay.
وبكده يكون خلصنا lesson 1 الدرس الأول من الوحدة السابعة الخاصة بمنهج الصف الثالث الابتدائي. انتظروني إن شاء الله في الفيديو القادم وحصة جديدة ودرس جديد. Goodbye.